يا مرحبا يا هلا وسهلا، حياكم في حلقة جديدة من ساعة شباب على روتانا الخليجية. راح إن شاء الله نبدأ حلقتنا بكثير من الفقرات زي ما إحنا متعودين. طبعا فقراتنا المتنوعة من أخبار وسوالف من ضيوف مشرفين طبعا، وناخذ منهم في شتى مجالاتهم بإبداعاتهم. قبل هذا كله نبي ناخذ نفس ومسي عليكم بالخير، وإن شاء الله النقاشات اللي بين الفواصل تكون لطيفة في البيوت، ومشاركاتكم على هاشتاج ساعة شباب. وأكيد ما اقدر انسى مسي على زميلتي لمياء غالب. مساء النور عليك طراد، اكيد ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا الخليجيه في بدايه حلقه جديده من برنامجكم اليومي ساعه شباب، واللي اكيد بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتميزه والمتجدده. واكيد اقول لكم ساعه كامله راح نقضيها معاكم بكل حب. صحيح، احنا طبعا في هذه الفتره فتره عصيبه شويه للطلاب والطالبات، لانه في دراسه وفي اختبارات والى اخره، وفي ضغط شديد من المدرسه والمدرسين والمدرسات بشكل عام. لكن يظل برغم كل هذه الضغوطات ستظل عندنا ذكريات جميله، واوقات ممكن تكون مؤلمه واوقات ممكن تكون مضحكه بيننا وبين بيئه يعني الناس المتواجدين في المدرسه وبيئه المدرسه، وتحديدا بيننا وبين المدرسين والمدرسات. واكيد عارف تراد، اذا كانت هذه الذكرى وهذا التاثير بالتاثير الايجابي على الطلاب، اكيد راح يحملوا ذكرى جدا جميله لهذول المعلمين طول عمرهم وما راح ينسوهم. بس اكيد ما ننكر انه بعض الطلاب يحمل الكثير من الذكرى السلبيه تجاه المعلمين، الا المعلم ترك هذه البصمه عند الطالب. واكيد تراد راح يقول لنا هذه الاثار السلبيه اللي تعرض لها كثير ايام المدرسه. ايش معنى ايش دراك انه عنده اثار سلبيه؟ يعني سمعتك قبل الهوا يا جماعه كان يقول انه في مدرس ايش سوالك؟ والله ما اعرف. طب انا اقول لكم حاجه، خلينا نخش في الاتجاه، مع ان انا ممكن ما بقول على الهواء، بس عموما ملعوبه لمياء. حنكمل مع بعض. في بصمات كثيره تركوها مدرسين حقيقه، في اوكي في اشياء سلبيه صحيح مرينا فيها، وفي نفس الوقت في مدرسين ايضا تركوا في قلوبنا بصمات ايجابيه كبيره. يعني قم للمعلم وفي تبجيلك هذا المعلم ان يكون رسولا. حقيقي المعلم يعني لو الواحد يتفكر في 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 يعني طريقه عطائه لنا وفي التعليم اللي بيعطينا اياه وكيف بينحفر على الحجر من واحنا صغار، حقيقي حنقدر كل شيء. سالناكم سؤال على هاشتاج ساعه شباب في تويتر، السؤال كان كالتالي عشان نعرف رايكم، هل في معلم في مرحله الدراسه بشكل عام اثر عليك لدرجه انك ما تنسى بالسلب او بالايجاب؟ نتمنى تكون طبعا انها حاجه ايجابيه. صحيح، ونروح لاول الردود معانا ونشوف مين معانا. سوزان تقول أكيد كانت معلمتي في المرحلة المتوسطة معلمة التفصيل اسمها عفاف، مع الأسف تركت أثر سلبي عن جد خلتني أكره شيء اسمه إبرة وخيط وقماش ليومكم ذا. فعلا صحيح والله العظيم. مرام تقول معلمة التربية الفنية في الثالث ابتدائي للحين أذكرها، لأن هي اللي اكتشفت موهبتي الرسم وأصرت أني باني اطور طبعا الموهبه وما اضيعها. ويسعد مساكم، هلا والله مرام. ومساك اكيد يا مرام. تهاني تقول في بالخير وبالشر، بس حنذكر الخير احسن. معلمه الفيزياء بثاني ثانوي اعطتني الطموح والاصرار بالعمل، وكانت تؤمن بي بحاجات كثير عمري ما راح انساها. حلو تهاني. أمل صبية حزيران، معلماتي جميعهن ممتنة لعطائهن لي عدا معلمة الرياضيات بالصف الرابع، تركت بداخلي أثر سلبي عميق بسبب ضربها وتعنيفها، جعلتني أكره المادة وللأبد. لنا الحين يا أمل سلامة قلبي كامل. مريم تقول معلمات مادة الفنية بكل المراحل، وقفت الرسم فترة طويلة بسببهم، كانوا ياخذوا كل رسوماتي بدون ما يستأذنوا، كنت ألاقي كراستي فاضية من الأوراق. فني طيب. صحيح صحيح، يعني والله حقها بالنهاية، ليش يأخذ بدون استئذان؟ فعلا مريم تقول ميري أيوة برابع ابتدائي كانت في معلمة شافتني بالفصل لحالي والكل برا الفصل، ولما دخلتهم قالت الخير يخص والشر يعم، وضربتني معاهم بمسطرة خشب. يا الله بكل حيلها، يلا عوافي يا مريم. طالع من قلبها مسكينة. إبراهيم خالد غانم يقول من منظور إيجابي موجود أستاذ الدين، لكن من ناحية سلبية كثير، أولهم أستاذ الإنجليزي، بس عن جد الأستاذ له تأثير على الطلاب أكثر من الأب. ومساكم أكيد مساك إبراهيم. يعطيك العافية أبو خليل. ميكا تقول مدرسة عفوا مدرسة الاجتماعيات كانت مدرسة فنانة بصراحة، أحسها كذا تأدي الحصة بإتقان ومن كل قلبها، لحد أني
كنت احضر للماده بكل حصه عشانها الله يسعدها، هنا المحبه تكون. امين يا رب. أبو عبير تقول معلمتين في الابتدائيه، الاولى الانجليزي حبيتها وحبيت الماده معاها، بس جاتني معلمه اول متوسط كرهتني لغات العالم، ومعلمه التاريخ كرهتني الدراسه. استغفر الله العظيم. يا اخي ذكريات. عارف ليش ضحكنا؟ ضحكنا لانه كل واحد له ذكرى في حصه اللغه الانجليزيه. صحيح. عهد تقول موجود ومره كثير في منهم يلي اثر بطريقه ايجابيه ومنهم سلبيه، واكثر شيء كانت استاذتي بالثانويه، علمتني كيف اني ما استسلم واكون واثقه بنفسي. حلو يا عهد. ايش رايك يا طراد بالموضوع قبل ما اقول رايي؟ لا تفضلي طال عمرك، ليديز فيرست. والله؟ طيب حلو. عموما انا بقول لك تراد، يعني حقيقي يعني ذكرت ميكا تغريده انه فعلا الاستاذ ياثر على الطالب اكثر من الاب احيانا. ليش؟ لانه بنقضي مع هذا المدرس ساعات طويله جدا في المدرسه. فانا كثير صراحه اثروا علي بالايجاب وفي بالسلب. إيه بالايجاب؟ مدرسه اللغه الانجليزيه اللي حببتني باللغه الانجليزيه كثير، يعني كنت اشوفها زيي، تفكر زيي، طموحاتها زيي، يعني كنت احسها مره قريبه مني. وبالسلب مدرسة الرياضيات، تخيل كنا مره اعداء في البدايه، اولى ثانوي كنا مره اعداء لدرجه يعني كنت اكره رياضيات سبحان الله. وثانيه ثانوي يعني هي كانت حامل وكانت تتوحم علي، فاهم؟ ثانيه ثانوي سبحان الله صرنا مره صحبات لاني كنت مره شاطره، فدائما كانت تقول لي هذا الحب من بعد عداوه. تعرف انا سمعت عن الحب من بعد عداوه؟ انا اول مره حاطط اي طبعا، بس انا اول مره شايف انه المدرسه حاطه نقره من نقر طالبه. لا اذا كانت حامل عاد معذوره. لسه بدي اقول لك عشان كذا لسه بدي اقول لك، وقت الحمل يقول لك تصرفات الادميه والانسانه الله يعينهم، يعني كل الحوامل يقومون بسلامه تكون غير الانسانه لما قبل ما تحمل او حتى بعد الحمل. طبعا. وتصدق والله في دكتوره عندي في الجامعه يطراد، انا لين اليوم ما انساها، واذا شفتها في كل مكان انا اروح اسلم عليها واقول لها يعني ما اعرف ايش اقول لها من كثر ما كانت دكتوره بكل معنى الكلمه. كانت درسنا ماده وكانت تعاملنا كحريم ناضجات، مو كبنات اطفال في الجامعه ويلا وانت لازم تحضري وتغيبي ودرجات الحضور واللي ما تشارك ما تتعامل معاكم بثقه، تتعامل معانا بثقه، تتعامل معانا كاننا ناضجات حريم كبار مسؤولين. انت ما كنت طبعا ناضجات وقتها. الا كنا ناضجات، احنا دائما ناضجات اصلا. انت قلتي كاننا ناضجات. انا ما قلت شيء. لا يعني كنا صغار في الجامعه فعليا. شوفي الثقه اللي انت تقولي عليها هذه حقيقي، حتى لو ما كنا على قدر كافي من المسؤوليه، بس طريقه التعامل يحسسك انه انت ترى انسان قد المسؤوليه، هذه لحالها تخليك فعلا تنضج، تخليك صحيح. تحس نفسك في بيج ستيب انت عملتها، وانت ممكن ما سويت شيء بس من طريقه تعامل الناس اللي حولك. هذا اللي احنا نحتاجه من المدرسين والمدرسات. طريقه التعليم اختلفت تماما من 10 سنين الى الان، من حقيقي. جيل الثمانين والتسعين الى الان اختلفت تماما، مو بس من 10 سنين تراد. طبعا لا انا قصدي بالنسبه لنا احنا، هو كل 10 سنين بتتغير وكل جيل بيختلف، بس اتكلم عننا احنا القلبه الكبيره او التغيير الكبير، لانه احنا جيل الثمانينات والتسعينات كنا بنصارع على التغيير، لكن حصل التغيير بعد ما تخرجنا كلنا وخلصنا. صحيح. الجيل اللي بعدنا هو اللي قدر، جيل الايباد صراحه، خلينا نكون واقعيين، يعني دائما احنا بناكل الضرب، 8 سنوات تاكل الضرب في كل شيء في كل المجالات، وعشان الجيل اللي بعدنا ترتاحوا فعلا الان بيرتاحوا. الفكره ما فيها انه يعني حقيقه في ناس بيتركوا بصمات. انا خليني اذكر اسماء، عندنا مدرس استاذ اسمه استاذ امير امين، مدرس التربيه الفنيه كان اسمه، او الفنيه. اي فنيه. اي لان كنت ارسم من صغري، ما كان احد معطيني وجه في هوايتي هذه، في المواهب اللي عندي كرسم، كنت ارسم لوح يعني حقت احد اكبر مني، لهذه الدرجه كنت موهوب. للاسف طبعا توقفت هذه الموهبه، بس ما انسى دعمه لي حتى في الاعمال اليدويه في الاشغال، كان يقدمني في مسابقات اللي هي على مستوى جده، وكنت اروح واشارك. كان فعلا في هذه الحاجات البسيطه اللي كان بيسويها شخصيا من يعني اجتهاد شخصي ما نسيتها. ليش؟ لانه فعلا لامستني واعطتني الثقه. اكيد. في مدرس اسمه استاذ علي، كان مشرف طلابي، كان اي مشكله، ما احكي لك المشاكل اللي كانت تحصل، اي مشكله استاذ مشاغب يعني مشاغب والله، مو كثير والله، بس مشاغبتي على حد نفسي. يعني في ناس توقف معاك وفي ناس لا ما توقف معاك على حسب حتى كيف الوقفه. صحيح طبعا. انا ما انسى كمان، يعني يا جماعه انا ما احب الطبخ، واللي كرهتني في الطبخ مدرسه الطبخ التدبير المنزلي كان اسمه. فيا جماعه عشان كذا انا صرت. انتوا كيف تدرسوا الطبخ؟ ما اعرف ايش تدرسوا يعني. نطبخ، كنا نقطع بصل في المدرسه، نقطع بطاطس. صح يا عنود.
نقطع ثوم، نقطع كل شيء مو حلو، المهم كبرنا. من جد والله في المدرسه انا ما اعرف والله انه انت اطبخ ولا احب ادخل المطبخ بسببهم. الحين عرفت السبب صدق. بس انا اول مره اعرف انه كنت تطبخ في المدرسه. تخيل. لا هو عندنا كان تربيه فنيه او طبخ او تفصيل وخياطه، فانا كنت ادخل مالي في التفصيل والخياطه ولا لي في التربيه الفنيه، ولا كيف كنت ادخل كنت الاقي تدبير المنزلي هو المفتوح. تدخل الفصل عشان تذوق. هذا خليني ادخل بس الله يعني يوفقها يا رب، ويوفق كل المعلمين والمعلمات ويجزاهم كل خير. من قلبك طبعا هذا الكلام. اكيد اكيد طبعا. نكمل باقي الاجابات اللي معانا. مين لجين، من اكثر واقوى الشخصيات المؤثره بحياتهم استاذاتي، عسى الله يذكرهم بالخير، واحمد الله انه سخر لهم صفوه مثلهم. ما اقدر اسمي استاذ، اسمي استاذه واحده صراحه لانه كلهم خطيرات. حليل لجين هذه من كيسي. ذكرى تقول اكيد الله يذكرهم بالخير، كانوا خيره قدوه لي في حياتي، والله اني ما زلت ادعي لهم لين اليوم، وحدعي لهم دائما وابدا. حليل ذكرى. عندنا كمان مزون تقول اللي اثرت فيني بشكل ايجابي ابله الجغرافيا، ابله استاذه الجغرافيا قصدها، الله يسعدها حيث ما كانت، وكانت مره حصتها رائعه، ويسعد مساكم، ذكرتني بمدرس الجغرافيا. اكيد مساكي مزون. صدى تقول كنت في ابتدائي، كانت هناك استاذه شافت انه خطي جميل وما كانت مقتنعه انه هذا خطي، وقالت لا عاد تكتبين بهذا الخط، فكان لها اثر سلبي. اي عشان يحسبوا حل الوجبات اخواتها من الكبار. منتهى تقول نعم مدرسه ماده الاحياء ست انعام، هواي اثرت فيني وزرعت الامل في حياتي، لان خلتني احب الدراسه واجتهد من اجل النجاح. جميل. حلو. جود العماري تقول اي والله في معلمه دين في المتوسط، وكل ما تذكرها ادعي لها، كانت دائما تنصحنا وتعتبرنا اخواتها، ومستحيل انساها وحد الحين متواصله معي. جميل. جود كويس. عبود يقول اكيد مدرسي الفاضل موسى ابكر له فضل علي بعد ربنا، والاثر اللي زرعه فيني انه افهم المواد وما احفظها واطور من حالي، ويسعد مساكم. جميل هذا الولاء. ومساك عبود. جميل. احمد المحسن يقول صراحه من وانا في الابتدائي كانوا المدرسين دائما يعصبون وما احبهم ولا يحبوني، مش بس انا اكرههم، كل اللي معاي بالفصل كنا دائما نرفع ضغطهم. احمد في فريق. والله؟ فريق. عرفت انت اين. غاده تقول ما كنا قلنا شيء، من يوم كنت متوسطه كانت في معلمه قران كانت طيبه كثير، وكانت تتوسط لعند معلمات المواد الثانيه عشان يمشوني، احبها كثير لن انساها ابدا. حلو يا غاده. حسيت فجاه انا واخي ما اعرف ليش. اخر ردود معانا اليوم من لينا حاتم تقول معلمه التعبير، عاد زمان كان في ماده تعبير. اي والله يا لينا انت من جيلي، كانت تنزلنا قبل الفسحه عشان بنات سادس لا يفرمونا بالمقصف، ما يخص التعليم بس جهد يذكر. صحيح جهد يذكر، لانه كل معلم او معلمه اكيد تركوا بصمه جدا مؤثره في حياتنا. بس انا السؤال اللي جاء في بالي طراد، انه ليش دائما نحن نخلي انه المعلم او المعلمه ياثروا علينا سواء بالسلب او بالايجاب، او ممكن انهم يكرهونا في ماده ندرسها او يحببونا في ماده ندرسها؟ ليش السؤال هذا بالنسبه لي ما المفروض تساليه؟ ليش؟ لانه احنا ترى ما هو بكيفنا. لا مو يعني لازم ياثر، مو لازم. لميا احنا في مرحله تكوين شخصيه سواء في الابتدائي او المتوسط او حتى الثانوي، ترى هذه يعني فيها صقل لشخصيتك للمواقف اللي انت بتمر فيها، فمعليش يعني ما باليد حيله، مو كلنا طغاه، مو كلنا مشاغبين، مو كلنا نقدر نرد، مو كلنا لساننا طويل، معليش خلينا نكون واقعيين شويه. لا مو كذا قصدي، اكيد ما حيكون لساننا طويل ابدا. انا بقول لا، بس ليش انه مثلا احنا نتعلق بالماده نفسها، ليش نتعلق بالمعلم او المعلمه؟ لانه هو شوفي هو ملقن. انت بالله عليك متزعله مع واحده وقاعده تنصحك، هتاخذي منها هرجه؟ لا طبعا. تقول لها روحي بيتك بالله، تضبطي نفسك وبعدين تعالي انصحيني. هذا اللي بيصير بالضبط، بس بطريقه غير مباشره. يعني انا كمتلقي ابغى اعرف المصدر، مين اللي بيعطيني هذه المعلومه؟ الشخص اللي قاعد ياذيني نفسيا او حتى جسديا بالكلام بالضرب بايش ما يكون.
منطقيا العقل اللاواعي ما حيستوعب ابدا، حيقول لك عمي ايش تبغى؟ حامشي الليله واقول لك خلاص انا ابغى انجح وخلاص. بس شكلك مره زعلان المدرسين. لا عارفه ليش؟ كنت انضرب؟ لانه يعني كنت انضرب في المدرسه؟ لا والله في تعنيف بسيط صحيح. كان في تعنيف. ايوه ما نقدر ننكر، يعني احنا اكثر جيل انضربنا، خلينا نضحك على بعض. اي صحيح. صح الجيل اللي قبلنا صح، بس كانوا ملتزمين، احنا كان في شويه تمرد، والتمرد هذا ما كانوا متقبلينه المدرسين والمدرسات كشباب وبنات، لان كنا يعني هذا شيء عشنا. أكيد فعشان كده كنا أيوه كان في ردود كثير يعني عنيفة سواء من هنا أو من هنا من الطرفين، وكانت أكيد مؤثرين معلمينهم سواء بالسلب أو الإيجاب، لكن نعتذر على عدم ظهور باقي الردود معانا اليوم، غردوا معانا كل يوم وإن شاء الله راح تطلع ردودكم معانا. وأقول لكم هذا كان سؤالنا على هاشتاج ساعة شباب في تويتر، أتمنى يكون عجبكم وراجعتوا حساباتكم. دقيقة إيش؟ في أحد المدرسات بتواصل معها للحين؟ والله مدرسة الجامعة هم تواصلوا معي، هم عرفوني. لا مدرسة خيلي إلى الآن عندي رقم مدرسين في المدرسة والله. أقسم بالله شيء جميل، وجهنا تحياتي. العنود الطعيمي برضو عندها مدرسين والله من جد. أنا مع أخواتي تخيل، متوسطة ما شاء الله. ها شو؟ أنا مع أخواتي أرقامهم ما شاء الله، أخواتي اللي بعدي. والله شيء جميل يا شيخ أقسم بالله. صحيح. الواحد حلو إنه يعني مهما مرت السنين مهما سووا فينا يظل المحبة قائمة ويعني ناس تتعلم. يلا حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل، لا تروحوا بعيد.